اكثر مشاكل بتواجهكم فيها؟ والله اكبر مشكله تواجهنا نحن المويه هنا ده اكثر حاجه مشكله المياه التغذيه النيوتريشن بس يعني عايشه في الصينه صعبه دي اننا في سوبر كشف العيش مشاكل ما تستعجلون تواجد مبكر عندنا خطار بس يعني عندنا مشاكل بالذات في اطار المياه ايوه ويحتاج لمويه هسه شديد ما عندنا غير المويه التغذيه والله مويتنا دي بسيطه طبعا مويه ما عندنا برضه مشكله بالنسبه للتعليم للاشتراك اول حاجه ماده التعليم الزواج المبكر والتشرد زياده الصحه برضه زراعتنا كعبه الوات اند سانيتيشن اضافه للتعليم سبل كسب العيش الصحه والتنظيف المشاكل عندنا الصرف الزراعه الملتي سكتر البروجكتس يعني انت لما ضغطت الواش ضغطت الهيلث ضغطت النيوتريشن ضغطت مشاريع سبل كسب العيش انت بتكون يمكن غطيت قطاع عريض جدا من الكومبوننت اصلا المستفيد هو بيعاني منها الملتي سكتر هو مفيد ليه؟ لانه النيوتريشن برعم ما بيشتغل موضوع الانتجريشن بتاع السيرفيس مثلا عندي خدمه معينه عايزاها بتلقى الخدمه دي كلها قاعده أوكي. يمكن في نقص في الحاجات شويه شويه لكن بتلقى الخدمات كلها مع بعض بتكمل بعض الناس بتاعين النيوتريشن بتلقى مثلا واحد بيجي الطفل بتاعه مثلا يعني حالته خلاص متاخره يعني خصوصا الناس اللي بيجوا او تي بي بينتكسوا بيرجعوا اس سي ثاني من الاس سي يعني بيحصل لهم كيورد وبيمشوا الاو تي بي الواحد لما يشوف انه طفله خلاص كان عيان وممكن يحصل مرحله انه يخسره ويتعافى هو بيكون راضي ابرز النشاطات كان اللي هو الديستريبيوشن اوف فود في اللي هو الديستريبيوشن اوف كاش ام بي سي التريننج في الدي اس ال اي الانكم جنريتنج اكتيفيتيز الادويات دي كنت اعلمها من الجامعه دي يعني ده ما عندي كده وجينا علمونا هنا في المقدشه واحد زمان ما قاعده تزرع وزمان ما قاعده تزرع لما اشتغلوا طبعا حفروا الحفير ده ما شاء الله بالمواصفات الرئيسي هنا وصوروا الحفير الحفير ده كان ما فوق سور صوروا الحفير هو منظمة عمل ديتاتشو جاء شالا ودانا التقريب ويدربنا وجينا اساسا لنا المدقة اي زمن ما كسر المدقة انا نجي نصلو من الساعة 4 بجي بملو في الحنفيات بباخات اي وناس الفناتيس هو بملو هناك برا والباهم بمشي بيشربوا هناك اللجنة تكونت وكانوا فيها 20 نفر 15 نفر عضو نسائي وخمسة أنفار رجال كنا بنجتمع كل ما سمعت يعني نناقش فيه نحل الموضوع ده يعني بيجوا بدون الارشاد نحن نعمل بيه ونحن بنطبق ايوه وفادونا بحاجات كثيره يعني بيجوا بدون يعني زي شكل تصريف صحي ونحن بنكون بنطبق Thank you.
ساعدنا واخذ الورش مع اخواننا في منظمة اكشن، يعني غيروا كثير جدا جدا من المفاهيم الموجودة خلال الورش ده. ناس اخذ القبول في انها تشارك المرة في كل حين واخر. هي حتى سنة الوفاة جزء من الكوميونتي بتاعنا يعني. لا. جزء من مجتمعنا، فكون يكون في ريديوس للمانتريشن ويكون في حاجات جديدة وطوئية. انا الجي بي بي وانا الرئيس انا البيس بيلدينج، يعني الواحد بالنسبة لي ادافة لانه بيكون في سلام. أم زواج الطفلات ده نحن تجاوزناه، ختان الإناث الحمد لله نحن تجاوزناه بفعل، يعني هو طبعا ده حق كفل الدين، لكن بفعل عن منظمات اجتهدت معانا ورجال الدين ندوات خطب في الناي، يعني الحمد لله العقلية دي كلها شلناها من ذهنية الأمهات. طلعت يا